السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم جديد في كورس تفاضل وتكامل واحد. وكالعاده ان شاء الله اليوم راح ناخذ محاضره تكاملات المثلثيه الجزء الرابع. الجزء الرابع طبعا قبل ما نحكي عن الجزء الرابع شو راح ناخذ في محاضره اليوم، اخذنا التكاملات المثلثيه الجزء الثالث والثاني والاول اللي هي كانت عباره عن تكامل. طبعا التكاملات المثلثيه اللي هي متعلقه بالساين او كوزاين او تان او اي داله مثلثيه مرفوعه لاس عالي زي هيك، سواء زوجي او فردي، مش التكاملات المثلثيه العاديه. اخذنا في تكاملات مثلثيه الجزء الاول اللي هي تكامل ساين مرفوع على اس زوجي او فردي لديم اكس، في الجزء الثاني اخذنا تكامل كوزاين مرفوع لاس زوجي او فردي، في الجزء الثالث اللي هو محاضره امبارح اخذنا تكامل ساين مرفوع على أس زوجي أو فردي مضروبة في الكوزاين مرفوع على أس زوجي أو فردي، اللي هي اللي كانت محاضرة امبارح الجزء الثالث. محاضرة اليوم راح ناخذ لما بكون عندي في التكامل حاصل ضرب اللي هو السك مع التان فقط، فمحاضرة اليوم لما بكون عندي سك وتان راح ناخذها لما بتكون نشوف الأم مرة بتكون زوجية أو فردية والأم بتكون زوجية أو فردية، راح نشوف إيش القوانين اللي بتلزمني راح عشان أستخدمها في التكامل، وكيف عملية التكامل بتتم، ومين اللي بدي أخذها اليو وأعوض عنها وأعمل أحول التكامل كله كاملة لتكامل بالتعويض، وبعد هيك نشوف كيف بدنا نبسطها ونحلها على كثيرات الحدود في الآخر. نمشي على الأسئلة اللي راح ناخذهم. راح ناخذ تكامل تان مرفوع على أس 6 سك لأس 4 مضروب، تان مرفوع على أس 5 سك مرفوع على أس 7، هذا نفس الشيء أحيانا زوجي أو فردي الأس، وأحيانا بيكون اثنين زوجي شو بدنا نعمل فيها، ممكن يكون الاثنين الأس فردي شو بدي أعمل فيها، ولو كانت عندي تان تكعيب في البسط وكوزاين أس 4 في المقام كيف بدي أحولها لسك وبعد هيك أشتقها أعملها تكامل حسب القانون يلي عندي. قبل ما نبدأ نشرح أحب أنوه إنه أخذنا طبعا تقريبا حتى وصلنا 12 محاضرة بالتكامل، أخذنا بدايتها كانت مقدمة في التكامل للتكامل محدود وغير محدود وكثيرة الحدود، بعدين تكامل المحدود لكثيرة الحدود والتكامل غير محدود، كل واحد محاضرة على حدة وأمثلة كثيرة كانت، وتكاملات وتكاملات الدوال المثلثية والدوال الأسية وتكامل تكامل الجذور اللي غير مباشرة طبعا، أخذنا تكاملات بالتعويض 4 أجزاء وتكاملات والتكامل بالأجزاء كانت محاضرة طويلة، أخذنا كمان تكامل القيمة المطلقة لكثيرة الحدود وتكامل القيمة المطلقة لمين؟ لساين الإكس، ممكن الزاوية كانت تكون إكس كان لها تكامل محدود أو تكامل غير محدود، وشفنا كيف أنا أوجد التكامل للقيمة المطلقة. طبعا كمان قبل التكاملات كان في عندنا سلسلة طويلة من الاشتقاق اللي هو تقريبا أخذنا وصلنا لساعة 30 محاضرة في الاشتقاق، كل الاشتقاق اللي في الدنيا أخذناه ما طلش حاجة ما اشتقناهاش. شو كمان قبل الاشتقاق كان في نهايات، برضو النهايات كلياتها غطيناها بالمحاضرات، وقبل النهايات طبعا النهايات لما بتقول لعدد الاكس تقول لعدد او تقول لانفينيتي او لما يطلع مع الجواب عدد او يطلع مع الجواب انفينيتي. كمان شو اخذنا اللي هي محل المعادلات التربيعية والقيمة المطلقة والرسم حساب المثلثات، محاضرات كثيرة كمان متعلقة بكالكولس واحد، هذا كان في كورس المتعلق بكالكولس واحد. في الكورس الثاني اللي هو موجود اللي هو رياضيات الحاسب اللي هو متعلق بالبوابات المنطقية وعبارات الصواب وعبارات الخطأ والمجموعات وتقاطعهم، وكيف احول البوابات اللي عندي واعملها دارات كهربائية وكيف استخدمها هناك. طيب خلصنا المقدمة فنروح ايش نشرح على طول. طيب عندي القوانين اللي راح نستخدمها طالما انا بس اليوم محاضرتي هي عبارة عن السك والتان، اللي هي سك وتان، القوانين اللي راح استخدمها اللي هم واحد اثنين من القوانين الاساسية في حساب المثلثات. عندي قانون انه تان تربيع الاكس هو عبارة عن سك تربيع ناقص واحد، نفس الاشي هي سك تربيع هي عبارة عن واحد زائد تان تربيع، احفظوا الاول بتطلعوا من الثاني، هو نفس القانون اللي هو بكون عندي سك تربيع ناقص تان تربيع بيعطيني واحد، القانون الاصلي. احنا عندنا احد القوانين بيقول لي ان هو ساين تربيع الاكس زائد كوزاين تربيع الاكس بيساوي واحد، صح؟ القانون الثاني سك تربيع الاكس ناقص تان تربيع الاكس بيساوي واحد، من هذا القانون جبنا احنا هذول الاثنين الاول والثاني. اذا بدي السك بطلع التان برا، اذا بدي التان بطلع التان برا وبجيب الواحد، فبتصير سك تربيع ناقص واحد. اذا هاي القانونين اللي راح نستخدمهم اليوم، ودائما شو ما يكون عندي الاس هنا زوجي او فردي في حاله التان او في حاله السك، لما بدي اجي استخدم هذول القوانين
انه انا يا بدي اذا كانت الاس فردي اخذ منها واحده بعدين اخليها زوجي واعملها على الثاني تربيع، او هان بما انه هي اصلا زوجي افصلها اس اثنين وارفعها لبقيه الاس اللي ضايل عندي. كمان القوانين اللي راح تلزمني انه واحد على ست هي عباره عن الكوزاين، او هي نفسها لو انا قلت انه واحد على كوزاين هو الست عندي، انه انا قانون واحد على كوزاين الاكس هو عباره عن ست الاكس. هدول القانونين نفس بعضهم دار التبادل يعني. وكمان القانون الثالث اللي ممكن نستخدمه اللي هو تان الاكس هو عباره عن ساين الاكس على كوزاين الاكس. طيب نيجي لو كان عندي انا اشوف التكامل كيف بدنا نعمله. تان الاكس مرفوع لاس ام، طبعا هذه الام هي عباره عن التان كلها يعني عباره عن الداله هذه كامله مش للاكس مش للزاويه. سيك مرفوع لاس ان الاكس. في عندي حالتين بدنا نركز فيهم. طبعا في المحاضرات السابقه في حال كانت مضروبه ساين مع الكوزين كان لها اربع حالات تقريبا، لكن في هذه في التان والسيك في لها حالتين، وكل مره احيانا السؤال بحدد لي او انا اللي بحدد من الحاله اللي انا بدي اختارها تبعا للاسس اللي موجوده. لو في عندي كانت الاس تبع التان وعباره عن اس فردي، يعني كان عندي موجود في السؤال تان اس 5 للاكس وسيك شو ما يكون الاس تبعها ما بيهمني، سواء الاس هان زوجي او فردي ما بيهمني، طالما انا بدي اشتغل على الاس الفردي تبع التان. شو بقول لي بدك تعمل في التان؟ بقول لي خذ وحده تان هيك على جنب وخلي تان اس 4 هان، مش هذه اس 5، الخمسه بدي افصلها مش هي فردي، هي الاس تبع التان فردي. شو بقول لي بدي اعمل فيها؟ اول خطوه بدي اخذ تان وحده هان على جنب، والتان اللي ضايل عندي الاس اوديه برا، مش برا يعني بعدها. هنا خمسة فبدي اخذ واحد بضل منها أربعة، وبقول لي كمان خذ واحدة سك وحطها على جنب، سك الإكس، فلو نفترض إنه هذه ثلاثة مثلا فبضل عندي هان سك تربيع. ماشي؟ إذا أول خطوة لما بكون الأس للتان فردي بدي آخذ تان واحدة من اللي عندي هان على جنب، وآخذ واحدة من السك اللي هان على جنب، وأحطهم هيك على جنب في بداية التكامل. شو بضل عندي في التان؟ هي تان هي كانت أس خمسة، أخذت واحدة ضلت تان أس أربعة. طب لو والسك انا اخذت منها واحده مثلا، نفترض حكينا ان هي ثلاثه، اخذت منها واحده فضل منها اثنين. اذا الخطوه الاولى بدي اخذ هدول على جنب، اخذ تان واخذ سك. بعد هيك بقول لي التان هذه مش صار الاس لها زوجي، مش كانت فردي، اخذت واحد فصار زوجي، شو بدي اعمل فيها؟ بدي اقول تان تربيع الاكس مرفوع على اس اثنين. طب لو كانت هذه مثلا سته شو بدي يصير؟ بدي يصير اثنين مرفوع لاس ثلاثه تبعا الاس الموجود اللي عندي. طيب والسك هذه تربيع اخليها زي ما هي، وهذه تان اكس سك اكس اخليها زي ما هي. اذا هاي الخطوه الاولى وهي الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه شو بدي اعمل؟ بقول لي عوض عن التان تربيع من هان، اعوض عنها سك تربيع. اذا هذه زي ما هي حتنزل، وهذه زي ما هي، وهذه زي ما هي، حيضل عندي هذين بدي اغيرها، سك تربيع الاكس ناقص واحد. بعد هيك الخطوه اللي بعديها بدي اخذ اليو هي سك الاكس. ليش؟ ليش بدي اخذ اليو هي سك الاكس؟ لانه السك مشتقتها تان في اكس اللي احنا من الاول طلعناها على جنب. لهيك انا اول خطوه لما تكون التان فردي الاس تبعها فردي وانا بدي اشتغل على الاس التان الفردي، اول خطوه بدي اطلع تان وسك على جنب، بعد هيك اجيب تان تربيع واعوض عنها، بعد هيك اليو بدي اخذها مين؟ هي عباره عن سك الاكس. طيب لو كانت عندي لنفترض انا في السؤال معطيني الاس للسك زوجي، وانا بدي اشتغل على انه الاس هنا زوجي، حتى لو كان مثلا هذا فردي. لما بيجيني مثلا في السؤال هذه فردي وهذه زوجي، انا اللي بختار بدي اشتغل على الاس الزوجي او الفردي. لكن لو اجى هنا مثلا على سبيل المثال اجاني هذه الاس زوجي تان، الاس هذه زوجي والسك زوجي، فبدي اشتغل على مين؟ على طول على مين؟ لما بيكون الاس الها للسك زوجي. طيب لو اجاني هذه فردي وهذه فردي بدي اشتغل على مين؟ على اللي انا بعرفها اللي هي لما بتكون التان فردي. طب لو اجاني تنتين، لو اجاني تنتين فردي مثلا، حكينا خمسه فرق خمسه وسبعه، هاي هان خمسه وسبعه، فهشتغل على التان صح لانه انا بعرف التان فردي. طب لو اجاني برضو ثلاثه وخمسه بعرف انه التان فردي، هشتغل على التان. خمسه وسته هذه فردي وهذه زوجي، اشتغل على مين؟ هي عندي انا الفردي في التان وزوجي في السك، هنا بشتغل على اللي انا بدي اياها، يا اما بشتغل على التان يا اما بشتغل على السك، واضح؟ لكن هان هشتغل على التان عشان انا بعرف التان لما بتكون فردي. هان هشتغل على مين؟
على التن، لان بعرف التن لما بتكون فردي. هان هشتغل على مين؟ انا برضو عندي الحالتين معروفين، ان التن الاس الها فردي الها قانون، ولما تكون الاس للسك زوجي الها قانون. فهان برضو انا بشتغل على اللي انا بدي اياه، واضح؟ طيب نيجي في حال حكينا الاس لما بكون للسك زوجي شو بدي اعمل. بقولي لما بكون الاس للسك زوجي بدي اعوض عن السك تربية، مش هي الأس زوجي، يعني ممكن يكون سك تربيع الإكس أو سك أس 4 على الإكس أو سك أس 6 للإكس أو سك أس 8 للإكس، هتكون واحدة من الحالات هذه، صح؟ لأنه زوجي. بقول له شو تعمل أول خطوة؟ أول خطوة إذا هي أصلاً سك تربيع على طول بدك تعوض عنها من القانون هذا، 1 زائد تان تربيع الإكس. وبكون عندي الموجود في السؤال، ومين اللي بدي اخذها اليوهان؟ هي عباره عن التان، لاني راح الاقي مشتقتها موجوده جنبها. طب لو هي سك اس 4 شو بدي اعمل فيها؟ بدي اروح اقسمها سك تربيع الاكس مرفوع على اس 2 زي ما قسمنا التان اس 4، وبعد هيك اعوض عن سك تربيع من هنا بالقانون وارفع على اس 2، اعوض هذا القانون وارفع على اس 2. طب لو هي سك اس 6 شو بدي اعمل فيها؟ بدي اقول هي سك تربيع مرفوع على اس 3. طب لو هي سك اس 8 هي سك تربيع مرفوع على اس 4، وفي الاخر اعوض، وبعدين اعوض عن السك بالقانون اللي عندي، 1 زائد تان تربيع. وبعد هيك شو بدي اعمل؟ اخذ اليو هي التان وراح الاقي مشتقتها موجوده، وبعد هيك شو بعمل؟ بعملها تكامل بالتعويض، وبعد التكامل بالتعويض بدنا نكملها عادي، بتتحول ليو بتصير داله كثير حدود، وبكملها على الكثير الحدود. خليني امسح ونعمل مساحه ونكتب السؤال ونشوف الأسئلة واحد واحد. رجعنا لنحل أول سؤال. عندي تكامل تان أس 6 سيك أس 4، هاي التان زوجي. أنا ما عندي قانون لما يكون لها التان زوجي، بس لو كانت السيك زوجي لها قانون شو بدي أعمل؟ بدي أروح حكيت إن أنا أفصل السيك الأس 4، حكينا زي ما عملنا هان 2 أس 2. إذا هذه أول خطوة، إذا أنا بدي أشتغل لما بكون هان الأس زوجي للسيك، بدي اروح شو اعمل؟ التان تربيع انزلها زي ما هي، عفوا التان اس 6 زي ما هي. سك تربيع سك اس 4 اللي هي سك تربيع الاكس مرفوع على اس 2 وهي دي اكس. اذا اول خطوه اعمل السك اللي اس 4 والاس زوجي 2 اس 2. بعد هيك السك تربيع هذه شو بدي اعمل فيها؟ اعوض عنها من القانون اللي هان. شو بقول السك تربيع بدها تساوي؟ حكينا هي تان زائد الواحد. هي واحد زائد تان تربيع الاكس الكل اس تربيع دي الاكس. طيب عفوا هذه بدي افصلها لسك تربيع في سك تربيع، نسيتها انا افصلها. هان انا نسيت اخبركم لما تاخذوا اليو هان لما نفصل السك تربيع للاكس لازم الاقي كمان اخلي جنب على جنب سك تربيع الاكس. ليش؟ لان لما اخذ اليو هي التان لازم شو مشتقتها؟ سك تربيع. فهذه بدي افصلها سك تربيع زي هيك في سك تربيع. خلينا نعملها هان لوحدها. هيا سك اس 4 هي عباره عن سك تربيع في سك تربيع الاكس، واضح؟ هذه سك تربيع الاكس راح اعوض عنها 1 زائد تان تربيع الاكس مضروبه في مين؟ هذه انزلها زي ما هي. ليش انزل هذه زي ما هي؟ عشان لو انا اخذت اليو هي تان اللي هي عملت مشكله هنا تان الاكس، شو مشتقه التان؟ سك تربيع، لانه لازم لما استخدم التكامل بالتعويض اللي بدي اخذها يو لازم تكون مشتقتها موجوده. فباجي بقول شو مشتقه اليو بالنسبه لاكس؟ هي عباره شو مشتقه التان؟ سك تربيع الاكس. فباجي بقول هل الدي يو اللي هي بدي اعمل ضرب طرفين اللي هي سك تربيع الاكس في دي الاكس موجوده في التكامل عشان انا اعوض عنها ولا لا؟ هي هل سك تربيع دي اكس موجوده في التكامل؟ هي فبينفع انا اعمل تكامل بالتعويض. فبدي يصير التكامل عندي كالتالي، هي التكامل ويساوي تان اس 6. مين هي التان؟ انا سميتها يو، اذا هي يو مرفوع على اس 6 مضروبة في 1 زائد التان هي مين؟ أنا سميتها يو مرفوع على أس 2 سك تربيع دي إكس شو اسمها؟ صار دي يو. فتحول بعد هيك صار عندي تكامل بسيط اللي هو بده يتبع تكامل قانون كثيرات الحدود، بس بالأول بدي أضرب اليو الستة بالأقوس.
حيصير عندي تكامل يو اس 6 في 1 هي يو اس 6 زائد يو اس 6 في يو اس 2 هي يو اس 8 في دي يو. طبعا عندنا احنا مثلا اكس ترديع مضروبه في اكس اس 5 هي عباره عن اكس اس 7 عند الضرب بجمع الاسس، واضح؟ فبصير بعد هيك على تكامل كثيره الحدود يو اس 6 تكاملها يو اس 7 على 7 زائد اليو 8 يو اس 9 على 9 زائد السي، وفي الاخر خطوه برجع بعوض عن اليو باصلها. مين اليو انا فرضتها؟ تان. فانا بدي يصير عندي تان مرفوع على اس 7 طبعا تان الاكس على 7 زائد تان مرفوع على اس 9 على 9 زائد السي، وهيك بنكون خلصنا اول واحده. هذا في حال مين؟ لو انا لقيت السك اللي الاس لها زوج. طب انا عندي تان الاس لها فردي، تان اس 5 سك السك كلها فردي، هل امشي على التان اس 5 ولا تان اس 7؟ طبعا على طول على تان اس 5 لان هي الاس للتان فردي، فبدي افرض اليو هي مين؟ سك. بس بالخطوه الاولى قبل ما افرض اليو سك شو حكينا بنعمل اول خطوه لما يكون التان اسها فردي؟ بدي اخذ تان واحده هيك على جنب وكمان اخذ واحده سك على جنب بتلزمني. فمين ضل عندي لما اخذت انا تان اس 1؟ ضل تان اس 4 على الاكس مضروبة وأنا أخذت سك واحدة، ضل عندي سك أس 6 للإكس، صح؟ بعد هيك شو حكينا بدي أعمل؟ إذا هاي الخطوة الأولى أخذت تان واحدة وأخذت سك واحدة، صح؟ وضل عندي تان أس 4 وضل عندي سك أس 6. الخطوة الثانية حكينا إن أنا بدي أخذ التان تربيع هذه أقسمها أس 2 أس 2، صح؟ حيصير عندي إذا بنزل تان الإكس في سك الإكس، تان أس 4 بدي أعملها تان تربيع الاكس مضروبة في اس 2، صح؟ ليش طب انا حولتها 2 تان تربيع اس 2؟ عشان انا بدي استخدم التان اعوض عنها بسك تربيع ناقص 1 مضروب في مين؟ في سك اس 6 اكس دي اكس. اذا هاي الخطوة اللي بعد هيك شو عملنا احنا؟ هاي هذه التان اس 4 نزلتها هان فكيتها تان تربيع اس 2. طب الخطوة اللي بعدها شو بدي اعمل؟ هاي هذول كما هما بدي ارتب سك اكتبها قبل تان، سك الاكس تان الاكس ما فيش فيها مشكله لما ارتبها. تان تربيع حكيت بدي اعوض عنها هي سك تربيع الاكس ناقص 1 وهي الكل تربيع منها سك اس 6 زي ما هي بتنزل. بعد هيك شو حكينا في القانون؟ قال لي مين اللي بدي اخذها اليوم؟ السك، صح؟ ليه؟ لانه مشتقتها شو مشتقه السك؟ سك في تان. هلا هيك احنا دائما كنا في اول خطوه حكينا بدي اطلع سك وتان لوحدهم هيك على جنب عشان لما انا اخذ اليو هي سك الاكس الاقي مشتقتها شو مشتقه السك؟ هي سك الاكس في تان الاكس، واضح؟ نعمل حرف وصل هيك. طيب إذا أنا هاي اللي بدي آخذ اليو هي عبارة عن سك الإكس ومشتقتها سك في تان، وأعمل هيك ضرب تبادلي دي يو بدها تساوي سك الإكس تان الإكس في دي إكس، صح؟ وأجي أقول هل سك الإكس تان الإكس دي إكس موجودة؟ هاي سك إكس تان إكس في دي إكس موجودة. كل هذه الأشياء بدي أعوض عنها مين؟ دي يو. فبده يصير التكامل عندي كالتالي، هذه مع هذه بدي أعوض عنها دي يو. سك هي عبارة عن مين؟ يو تربيع ناقص واحد الكل تربيع، هاي السك يو والتربيع كما هو الواحد والتربيع كما هو. بعد هيك سك هي مين؟ يو أس 6 ويساوي، هل ينفع أضرب يو أس 6 في الأقواس والأقواس أصلا هي مربعة؟ لا، بالأول بدي أفك التربيع بعد هيك أضربها في يو أس 6. فك التربيع هاي هنا من المحاضرة يلي فاتت اللي قبلها، وإحنا كاتبينهم عشان نستخدمه دائما. عندي A ناقص B الكل تربيع، فك التربيع بقول الأول تربيع ناقص الأول في الثاني في 2 زائد الثاني تربيع. طيب خليني أمسح حل وأحله هان أكمل الحل له. فبيصير عندي هيني أنا هاني بدي أجيب هاي التكامل، فك التربيع الأول تربيع يعني يو تربيع، يو تربيع الكل تربيع راح يعطيني يو أس 4 ناقص القانون بقول لي 2 في الأول من الأول يو تربيع الثاني اللي هو واحد زائد الثاني تربيع، الواحد تربيع يعني واحد، مضروب هذا كله في مين؟ في يو اس 6 دي يو ويساوي. الحين بعد هيك الخطوه اللي بعدها بدي اضربها في يو اس 6، طيب يو اس 4 في يو اس 6 حكينا لما بضربهم بدي اجمع الاسس، راح يعطيني يو اس 10 ناقص 2 يو اس 2 مضروبه في يو اس 6، طبعا هذه مضروبه هيك في الواحد.
يو اس 2 مضروبه في يو اس 6 راح يعطيني يو اس 8 زائد 1 مضروب في يو اس 6 هي يو اس 6 كم هي ديو. بعدك بعمل تكامل لهذه على كثيرة الحدود راح يعطيني تكامل اليو اس 10 هي يو اس 11 على 11 ناقص 2 يو اس 9 على 9 زائد يو اس 7 على 7 زائد السي. واخر خطوة ما انسى ارجع اليو لاصلها اللي هي عبارة عن مين؟ سيك الاكس. خلينا نمسح وناخذ كمان بقية الاسئلة. طيب السؤال يلي عنا السؤال الثالث إيه عندي تكامل تان تكعيب الاكس سيك اس 1 للاكس. طبعا التان بما انه على طول الاس الها فرد رح اشتغل على مين؟ على القانون هذا. شو اعمل؟ حكينا في التان الاسها فردي بدي اخلي التان تربيع هذه افكها اجيب تان انا عندي هذه تان تكعيب يعني بدي اخلي تان واحده برا واجيب مين؟ تان تربيع. هاي تان تربيع الاكس في تان الاكس صح؟ في سك اس 1 للاكس دي اكس. ليش انا خليتها تان تربيع؟ عشان انا بدي اعوض عن مين؟ عن تان تربيع من القانون هذا صح؟ باجي بعد هيك شو بدي اقول؟ هاي تكامل حكينا احنا اول خطوه لما بكون التان فردي شو بدي اخذ؟ اضمن هاني ان انا اخذ وحده تان لحالها وواحده سك لحالها صح؟ وبعد هيك نشوف شو بدي ضل عندي. هاي هان في السؤال انا اخذت تان واحده لحالها وهي اصلا بالسؤال جايب لي بس سيك واحده. هاي اصلا انا اخذت تان واحده واصلا بالسؤال سيك واحده. بعدك بقول لي عوض عن التان تربيع من مين؟ من هان اللي هو القانون سيك تربيع الاكس ناقص واحد مضروبه وهدول بنزلهم زي ما هم تان الاكس في سيك الاكس دي اكس. بعدك مين اللي بدي اخذها اليو؟ حكينا هي سيك الاكس. ليش؟ لانه شو مشتقة السك؟ سك في تان وهيها موجودة. إذا بصير عندي اليو بدي أخذها سك الإكس، شو مشتقة اليو بالنسبة لإكس؟ هي سك الإكس تان الإكس في دي إكس، صح؟ ضربت الدي إكس لحالها هيك على طول فيها. طيب، بعد ما أجي بقول هل سك في تان موجودة والدي إكس موجودة؟ نعم، إذا هذا كله هيك بدي أروح أعوض عنه بمين؟ دي يو. إذا بصير التكامل عندي كالتالي. هاي هذه مع هذه مع هذه كلها شو انا سميتها؟ دي يو. التان اللي هي هذه عفوا هو نفسه هيهم هيك مع بعض انا سميتها هان دي يو. سك تربيع هي مين؟ السك حكينا يو فهي يو تربيع ناقص واحد خلصنا. بعد هيك بعد ما عملت هي تكامل بالطاقم صارت عندي مين؟ كثيرة حدود. شو تكامل يو تربيع؟ يو تكعيب على ثلاثة ناقص تكامل الواحد يو وزائد السي. وما انساش في الاخر اعوض عن اليو باصلها هي مين؟ السك. طيب نيجي للسؤال اللي بعدي عندي تان اس 5 سك اس 4 على الاكس. هان في السؤال هذا بيشمل الحالتين اللي هي تان مرفوع على اس فردي هيها والسك مرفوع على اس زوجي. فهان الطالب هو مخير يا بيختار انه يشتغل على حاله السك الزوجيه او يشتغل على حاله التان الفرديه. يفضل دائما اشتغلوا على اسها اخف الاس الاقل. فانا راح اشتغل على مين؟ على السك للاس الها زوجه وهذا اسيبه عادي عادي امشي فيه. طيب حكينا لما بتكون السك الاس زوجي شو بدي اعمل؟ انا بدي اخذ اعمل سك تربيع لحال واخلي عندي سك تربيع في السؤال لحال اخليها هناك لحال. مش هنا حكينا لما بدي اعوض عن لما بتكون التان فردي انه انا لازم يكون عندي في السؤال اروح اخذ اول خطوه تان اس واحد سيك اس واحد على جنب واشوف شو بضل عندي عشان هذه حتطلع ايش؟ المشتقه. هان في السؤال هذا بدي اخذ سيك تربيع على جنب لانه هي مشتقه التان اللي انا بدي افرضها. فهنا بالخطوه الاولى بدي اروح شو اعمل؟ اخلي تان اس خمسه هيك على جنب. بعد هيك اقول انا بدي سيك تربيع لحال وبدي سك تربيع لحال مع الدي اكس لانه يا هي بدها تكون المشتقه. والسك تربيع اللي هن شو بدي اعمل فيها؟ اعوض عنها من وين؟ من هن اللي هي عباره عن هاي التان اس 5 زي ما هي سك تربيع هي 1 زائد تان تربيع الاكس وهذه زي ما هي بنزلها هن سك تربيع الاكس دي اكس. واضح؟ بعد هيك باجي بقول مين اللي بدي افرضها اليوم الحين؟ اليو اللي بدي افرضها اللي هي التان لانه هي اس 5 وهي اس 2. طب
بجي بقول انا لو انا بتضاف ردي اليوت تان شو مشتقه التان سيك تربيع اللي هي حطيناها هان اللي هي حكينا اول خطوه لو انا بدي اشتغل على السك اللي اسها زوجي بدي اخذ سيك تربيع احطه جنب الدي اكس هيك لوحدها ليش عشان بدي استخدمها في المشتقه اللي هي هان لو انا اخذت اليو هي ثاني الاكس شو مشتقه اليو بالنسبه لاكس شو مشتقه التان سيك تربيع الاكس بعدك اعمل ضرب تبادل بيعطيني سيك تربيع الاكس دي اكس شفتوها هي احنا بنحتاجها هان فهل في السؤال موجود عندي سيك تربيع اكس دي اكس نعم هي اللي هي حكينا بالاول حطوها على جنب اللي زي هذه لما بكون عندي التان فردي حط تان اس واحد سيك اس واحد على جنب لانه هتاخدها مع الدي اكس هان واضح فانا من الاول احدد مين اللي بدي اشتغل عليها واعرف شو بدي احط على جنب وشو اللي بدي اخده واشتقه بعد كده بده يصير عندي التكامل كالتالي التان شو سميتها يو مرفوعة لأس خمسة الأقواس هي واحد زائد التان شو سميتها أنا يو مرفوعة لأس مين اثنين شو هذه سك تربيع دي إكس شو صار اسمها دي يو بعد هيك هل الواحد زائد يو تربيع بدها فك تربيع لا لأنه الأس تبعها هنا أصلا واحد فعلى طول بضرب اليو أس خمسة هان وهان فبصير عندي تكامل يو أس خمسة زائد تكامل يو اس 7 دي يو بعد هيك بعمل تكامل على كثيرات الحدود يو اس 5 هي يو اس 6 على 6 زائد يو اس 8 على 8 زائد السي وما انسى بالاخر ارجع اليو لاصلها اللي هي تان الاكس خلينا نمسح وناخذ اخر اربع اسئله طيب قبل ما ناخذ بقيه الاسئله لو كان انا عندي تكامل تان الاكس سك تربيع احيانا بجيبوه بخرب طول الطالب هيك تكامل موجود عندي انا بالسؤال معطيني اياه تكامل سك تربيع مضروبه في تان او اللي هي تكامل سك تربيع الاكس تان الاكس دي اكس او خليها على هذه احلى الطف هي هذه نفسها طيب ممكن يجيك هيك بالسؤال هاي تان اس واحد وعندي سك تربيع شو بدي اعمل فيها يعني هذه هيك بخبطكم هو فيها ما بتنحل على التكامل هذا اللي عندي هي تنعمل مباشره على طول ليه لانه انا عندي اصلا لو اخذت اليو هي التان شو مشتقتها سك تربيع يعني هذول عباره عن حاصل ضرب اقترانين واحد منهم مشتقة التان فعلى طول بعمل تكامل بالطالب طبعا احنا بنرجع للطرق هذه لاحد الاسباب حكينا لما يكون عندي حاصل ضرب اقترانين او اقتران تكامل غير مباشر فيا اما بدي اعمل له تبسيط بعد هيك اكامل وهدي اخذناها يا اما بدي اعمل له تعويض وبعد هيك اكامل يا اما اعمل له تكامل بالاجزاء وبعد هيك اكامل صح فاحنا بنشوف السؤال وبنحدد اي طريقه انا بدي اكامل او شو المناسب له فهذا تان اس واحد الاكس سك تربيع الاكس على طول على التكامل بالتعويض ليه لان لو اخذت اليو هي تان الاكس شو مشتقه اليو بالنسبه لاكس هي عباره عن سك تربيع الاكس فبعمل ضرب طرفين فبصير سك تربيع الاكس دي اكس فعلى طول باجي بقول انا اصلا انه هاي التان مشتقتها موجوده في السؤال فبروح بعوض عنها فبيصير التكامل عندي كالتالي التان هي شو انا فرضتها يو وسك تربيع دي اكس اللي هي عباره عن دي يو وشو تكامل اليو اس واحد يو تربيع على 2 زائد السي وفي الاخر برجع بعوض عن التان هي مين هي اليو واضح فبننتبه بالاول انه هل السؤال اللي عندي موجود على اي قاعده انا بدي اعمل له تكامل طيب ناخذ اس 4 4 بعدين 5 طيب نكمل بس اشوف الكاميرا بتصور ولا لا الحمد لله طيب عندي تكامل تان اس 4 سك اس 4 طالما السك هيها زوجي والتان شو ما تكون تكون عندي على طول بدي امشي على مين على القاعده هذه فاكرين القاعده هذه ان انا بدي اعوض عن اليو هي التان بقول شو مشتقه التان سك تربيع يعني انا بلزمني سك تربيع في المنطقه يعني هذه تان اس 4 على الاكس حكينا لما بتكون الان زوجيه اللي هي السك اس زوجي اول حاجه بدي اخذ سك تربيع واحطها جنب الدي اكس هيك اخليها على جنب فهذه بدي اقسمها هي سك تربيع الاكس
مضروبة في سك تربيع الإكس وهي دي إكس، صح؟ هدول، وبحكي إنه هذه السك تربيع بتلزمني مع المشتقة، صح؟ لما أوجد المشتقة، إذا هذه أنا فصلتها لسك تربيع في سك تربيع. بعد هيك قلنا السك تربيع هذه اللي عندي بدي أعوض عنها من وين؟ من ها. فبدي يصير عندي تكامل تان أس 4 على الإكس، هذه السك تربيع هي عبارة عن 1 زائد تان تربيع الإكس، وهي سك تربيع الإكس دي إكس زي ما هي. بعد كمان اللي بدي أخذها اليو هي التان، بدي أخذ اليو هي تان الإكس. شو مشتقة اليو بالنسبة لإكس؟ سك تربيع الإكس، وعملت ضرب تبادل على دي إكس. فهل السك تربيع دي إكس موجودة؟ نعم، واضح؟ هذه هيها هيك موجودة، فبدي أعوض عن هذه كلها بمين؟ بالدي يو. فبده يصير التكامل عندي كالتالي. التكامل راح يصير هيو، هذا التكامل بده يصير تان أس 4 يعني هي يو أس 4 مضروبة في 1 زائد اليو تربيع، والسك تربيع دي إكس اللي هي دي يو. وبعد هيك بعمل ضرب الدي يو هذا بالأقواس، بده يصير يو أس 4 زائد يو أس 6 دي يو. وبعد هيك بعملها تكامل على كثيرة الحدود زي الأسئلة السابقة يلي حليناها. عندي تكامل تان أس 5 سيك أس 6. في هذه الحالة إنه أنا عندي التان أسها فردي والسيك أسها زوجي، السيك أسها زوجي والتان أسها فردي، على مين أحل؟ منهم التنتين موجودين عندي؟ حكينا بنشتغل على اللي أسها أصغر، مين اللي أسها أصغر؟ اللي هي التان. لما بدي أجي أشتغل على التان فردي، شو أنا بدي جنب الدي إكس يكون عندي موجود؟ حكينا لازم آخذ تان إكس على جنب مضروبة في سك الإكس على جنب عشان تطلع مع الدي إكس. هذا لو أنا بدي أشتغل على السك زوجي بدي أخذ السك تربيع لوحدها على طرف هيك. هان أنا هشتغل على مين في السؤال هذا؟ يعني الطالب مخير، أنا هشتغل على أسها أصغر اللي هي تان أس 5. بما إنه التان أس فردي فأنا أول خطوة بدي أخذ تان واحدة على جنب، خلينا نوديها عن الدي إكس. هاي تان أس 1 للإكس مضروبة وآخذ سك كمان واحدة وهي دي إكس. طب لما انا اخذت تان اس 1 من التان اس 5 ضل عندي مين؟ تان اس 4 على الاكس. لما انا اخذت سيك اس 1 ضلت عندي مين؟ سيك اس 5 للاكس. خليني بس اكبر هدول شوي عشان هم صغار هيك شوي يكونوا باينين في الكاميرا عندكم. هيني اخذت تان واحده للاكس واخذت سيك اس 1 للاكس وهي دي اكس. إذا أول خطوة إذا أنا بدي أشتغل على تان أس 5 بدي آخذ تان أس 1 سيك أس 1 على جنب، ضل عندي تان أس 4 وضل سيك أس 5. بعد هيك شو الخطوة الثانية بقول لي؟ قلنا ناخذ تان تربيع لوحدها وأخلي الأس تبعها بعد تكملتها لحالها. فبصير عندي تان تربيع الإكس مرفوع على أس 2. ليش أنا بدي أعمل الخطوة هذه؟ ليش بدي تان تربيع؟ عشان بدي أعوض عن التان بسيك تربيع ناقص 1. والسيك أس 5 هذه بتضل زي ما هي، وهذا كمان بينزل زي ما هو عشان بيلزمني في المشتقة الجزئية هذه. بعد هيك بدي أعوض عن التان بمين؟ اللي هي سيك تربيع ناقص 1، سيك تربيع ناقص 1 الكل تربيع، وهي عندي سيك أس 5 زي ما هي مضروبة في تان الإكس مضروبة في سيك الإكس دي إكس. بعد هيك الخطوة اللي انا بدي اياها شو بدي افرض اليو هي مين؟ سك. بدي اخذ اليو هي سك الاكس، بجي بقول شو مشتقة اليو بالنسبة لاكس؟ هي سك الاكس في تان الاكس. يعني ما بنعرف كيف بنشتق هدول، اخذنا اللي هي محاضرة التكامل هذه المشتقة يا ربي، مشتقة الدوال المثلثية موجودة على القناة. انا راح احط رابط القناة ورابط الصفحة الشخصية ومين كمان؟ وربط محاضرات الاشتقاق والتكامل تحت الفيديو. طيب فباجي بقول هل سك اكس تان اكس موجوده عندي؟ دي اكس موجوده في السؤال هيدا اللي هي اول خطوه كنا بنحطها على جنب. متى؟ لو انا بدي استخدم التان تكون فردي. باجي بعد هيك بعوض في التكامل لانه هو تكامل بالتعويض صار عندي. السك هي يو لها اس 2 ناقص 1 مرفوع على اس 2. بعدين السك هي يو مرفوع على اس 5 تان سك دي اكس هي مين؟ هي دي يو. بعد هيك بدي اروح افك التربيع اللي عندي. ها في عندي يو تربيع ناقص 1 الكل تربيع، افكها على قانون مين؟
حركة مربعين. حركة المربعين بقول الأول تربيع يعني يو تربيع، كل تربيع رح يصير يو أس أربعة ناقص الأول في الثاني في اثنين زائد الثاني تربيع مضروب في مين في يو أس خمسة دي يو. بعد هيك هنعملها هم، بدي أضرب يو أس أربعة في يو أس خمسة رح يصير يو أس تسعة ناقص اثنين يو تربيع في يو أس خمسة يو أس سبعة زائد يو أس خمسة دي يو. وبعدين بعملها تكامل على كثيرة الحدود. ضل عندنا كم سؤال؟ احنا اثنين. طيب ضل عندي السؤال هذا والسؤال يلي بعدي. خلينا نشوف الكاميرا بالاول بتصور. طيب نيجي ناخذ اخر سؤالين عنا، عن تكامل تان تكعيب 6 أس 5. طالما على طول التان الأس إلها زوجة فراح أمشي على القاعدة هذه. أول خطوة في القاعدة هذه شو حكينا بدي؟ اللي هي لما بتكون التان فردي يعني أنا بدي أخذ اليو هي سك، يعني شو مشتقة السك؟ سك في تان، يعني بدي أطلع على جانب سك في تان. إذا أول خطوة أطلع على جانب سك في تان، هاي سك أس واحد الإكس مضروبة في تان أس واحد للإكس دي إكس. طيب التان تكعيب أنا أخذت منها تان واحدة فضل عندي تان تربيع الإكس. السك أس خمس أخذت منها سك واحدة فضل عندي سك، عفوا سك أس أربعة على الإكس، صح؟ بعد هيك الخطوة اللي بعدها إنه أنا زي أول خطوة حكينا شو بنعمل؟ بدي أخذ سك واحدة لحال في تان في واحدة أخليها مع الدي إكس، ماشي؟ أخذ من هذه واحدة وأخذ من هذه واحدة، فبضل عندي هنا اثنين وهنا بضل أربعة. بعد هيك اللي بدي أعوض عن التان تربيع من وين؟ من القانون هذا. تان تربيع بدي أعوض عنها هي عبارة عن سك تربيع الإكس ناقص واحد، والسك أس أربعة بتنزل كما هي، وهذا كمان بينزل كما هو، صح؟ بعد هيك باجي بقول مين اللي بدي أخذها اليو؟ هي السك. خلينا ناخذ بالأسود. بدي أخذ اليو هي مين؟ هي سك الإكس. أشتق اليو بالنسبة للإكس اللي هي شو مشتقة السك؟ سك إكس في تان الإكس. باجي بقول هل سك إكس في مضروبة في تان الإكس موجودة عندي؟ نعم. يعني هي هذه كلها اللي إحنا من الأول حطيناها على جنب، هي بدي أعوض عنها بمين؟ بالدي يو. إذا بيصير التكامل عندي كالتالي، هي التكامل. سك تربيع، شو اسم السك؟ هي مين؟ يو، وما ننساش التربيع تبعها ناقص واحد مضروبة سك اسمي السك هي مين؟ يو مرفوعة لأس أربعة. سك أس واحد تان أس واحد هي عبارة عن الدي يو اللي هي من هنجب. بعد هيك كالعادة قبل شوية نزلنا وإحنا ناخذ نضربها في الأقواس، فبدي أعمل ضرب يو أس أربعة رح يعطيني يو أس ستة ناقص يو أس أربعة دي يو. وبعد هيك أكاملها على كثيرة الحدود، وما أنسى آخر خطوة بعد ما أكامل على كثيرة الحدود شو أعمل فيها؟ أرجع اليو لأصلها سك. طيب يجي لآخر سؤال عنا. السؤال كان معطيني تان أس ثلاثة للثيتا، ممكن يغير لي اسم الزاوية، المهم يكونوا نفس الزاوية النهاية، نفس تكون الزاوية النهاية X Y T W Z أي حاجة على كوزين أس أربعة للثيتا. طبعا التكامل هذا إيه؟ للبسط والمقام. طيب أول خطوة إنه أنا بدي أحولها، طبعا هذا السؤال بينحل بأكثر من طريقة. واحدة من الطرق إنه أنا اللي هي على 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 درس اليوم، أنا عندي إنه الواحد على كوزين هي سك، فنفسها واحد على كوزين تربيع الإكس هو عبارة عن سك تربيع الإكس، صح؟ واحد على كوزين تكعيب هي نفسها سك تكعيب الإكس، واحد على كوزين أس أربعة هي عبارة عن مين؟ عن سك أس أربعة اللي هو هذا بدنا نعمله هنا. إذا هاي التكامل تان تكعيب ثيتا هي كما هي بتضلها عندي، وهي هذا أصلا واحد هيها على كوزين هنسمها هيك عشان الطلبة ما يقوليش كيف أجب دي ثيتا، واضح؟ هنا أشوف الكاميرا. طيب فتان تان تكعيبها كما هي واحد على كوزين أس أربعة، جبتها بس لواحدة هيك. بعدك بدي أروح أعوض بالواحد على كوزين هي مين؟ هي سك أس أربعة، صح؟ إذا بده يصير عندي تكامل تان تكعيب ثيتا سك أس أربعة ثيتا دي ثيتا. فصارت بعد هيك على صورة اللي هي الأسئلة اللي إحنا بنحلها وأخذنا كثير أعتقد عليها. بس هنا السؤال هذا نفس السؤال اللي هناك،
نفس 2 أس 5 سك أس 4 اللي هو بيشمل الحالتين، بيشمل إنه السك الأس إلها زوجي والتان الأس إلها فردي، فممكن أنا أحلها على التان فردي أو على السك زوجي. وأنا نصيحة إنه دائما اعملوها على اللي أسها أصغر. مين اللي أسها أصغر؟ التان. فبدي أشتغل على مين؟ على الحالة هذه. شو بعمل في الحالة هذه؟ في الحالة هذه طالما أنا بدي أفرض اليو هي سك، بقول شو مشتقة السك؟ سك في تان. فالخطوة الأولى إني أنا أخلي سك أس واحد الإكس مضروبة في تان أس واحد الإكس دي إكس على جنب أو ثيتا، أنا عفوا اسم الدالة هنا ثيتا الزاوية. حلو؟ طيب باجي بقول أنا أخذت تان أس واحد، ضل عندي تان أس كام؟ أس اثنين. طيب أنا أخذت سك أس واحد، ضل عندي سك أس كام؟ أس ثلاثة. صح؟ إذا أول خطوة حكينا لما أنا بدي أشتغل، هيني أنا وصلتها للصورة اللي أنا بشتغل عليها اليوم. بعد كده حكيت أنا بدي أشتغل على إنه التان الأس إلها فردي على الحالة هذه. الحالة هذه بقول أنا لما بدي أشتغل على التان الفردي بدي أخذ اليوم هي مين؟ سك، عشان ما ننساش. سك شو مشتقتها؟ سك في تان، فبعرف إنه أنا بدي سك في تان هيك لوحدها مع الدي ثيتا عشان اعوض عنها في المشتق. باجي بقول اخذت انا سك واحده فضل كام؟ ثلاثه، واخذت تان واحده فضل كام؟ اثنين. بعد هيك الخطوه اللي بعدها بدي اعوض عن التان تربيع. شو اعوض عن التان تربيع؟ هي سك تربيع الاكس ناقص واحد وهي التكامل، وسك اس ثلاثه للثيتا، برجع بكتب اكس انا بالغلط معلش، وسك اس واحد للثيتا تان ثيتا دي ثيتا كمان. بعد كده بدي اخذ مين هي اليو حكينا؟ اللي هي السك، بدي اخذ اليو هي سك ثيتا. شو مشتقة اليو بالنسبة لثيتا؟ هي مين؟ سك ثيتا تان ثيتا. بعد كده اعمل ضرب تبادل فبتجي دي ثيتا هان، صح؟ فبتروح من المقام. فباجي بدي اعوض عنها، طبعا هذه من الاشياء الصعبة. فباجي بدي اعوض عنها من وين؟ فباجي بدي اقول هذا هيك كلياته بدي اعوض عنه، هي اللي كنا هنا نحطه على جنب بدي اعوض عنه بمين؟ ديو. فبدي يصير التكامل عندي كالتالي، هاي التكامل مالجب. فبدي يصير التكامل كالتالي، سيك شو فرضتها يو؟ تربيع ما انساش التكامل، ناقص واحد ما انساش الاقواس لانه هذه مضروبه في يو ثانيه. السك هي مين؟ يو مرفوع على أس ثلاثة، عندي هذه سك تاني عبارة عن مين؟ ديو. بعد هيك بدي أضرب اليو تكعيب في الأقواس، وصارت صراحة شغلة مملة وأنا بضرب كتير. بتضرب اليو تكعيب في الأقواس، بعدين بتعملوا هذا كامل عادة كثيرة تقفلوا. الحمد لله خلصنا المحاضرة، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من محاضرة اليوم. أعيد تاني، راح أحط الروابط كاملة تحت، و إن شاء الله تستفيدوا، وأشوفكم بالمحاضرة اللي بعدها. باي.